باش كنوليو اباء وامهات الاول مره كنكتشفوا حنا امام الطفل الاول في حياتنا القوه الخارقه اللي عندنا باش نملؤوا ما يشبه الصفحه البيضاء رغم انه ماشي صفحه بيضاء. وهذا الامر كيتطلب حذر كبير حيث هذه الصفحه غير قابله للتمزيق في حاله الخطا حيث هي انسان عنده قابليه كبيره ياخذ كل شيء اللي كتعطيه بدون ما يسول علاش وكيفاش. هي مسؤوليه كبيره وجباره. حكم التجارب اللي كنعيشوهم معاه وكيخزنهم عنده ما غاديش يكون لهم اثر غير عليه ولكن غتكبر معاه وتنعكس على تعاملاته وسلوكاته مستقبلا. خاصنا كاباء وامهات نستوعبوا ان مسؤوليتنا هي نبنيو مجتمع سوي اللي اللبنات ديالو هما الاطفال ونحاولوا ماشي قدر المستطاع ولكن اكثر من المستطاع نصلحوا نواقص وعلى المجتمع اللي عايشين فيه دابا. التغيير كيبدا بكوبيه وكيوصل للمجتمع ككل. اجي نتعاونوا عليه. معكم كوثر صبري اخصائيه نفسيه وتربويه خريجه جامعه باريس سان دوني. غادي نحاولوا نعالجوا مجموعه ديال المواضيع انطلاقا من منظور علمي نفسي تربوي وكذلك اجتماعي.